احسن الله اليكم هذا السائل يقول حفظكم الله في صلاه الفجر اجد تثاقلا كثيرا ولا استطيع القيام ولكن بعد بعد شروق الشمس اقوم لاداء الصلاه فما الحكم في عملي هذا نسال الله العافيه هذا مضيع للصلاه عليه يتوب الى الله وان يستيقظ لصلاه الفجر مع الجماعه ان يعزم على هذا او يجعل عنده منبها على التوقيت أو يوصي من يوقظه من أهله أو من جيرانه المهم لا بد من القيام لصلاة الفجر ولا يجوز إخراجها عن وقتها ما يجوز هذا نعم